احنا جينا على لي زوبجي باش يكون المسائل كلها كلير، لان كثرت القيل والقال على ان الرؤساء القدام تيساندوا هذه الجهه ولا كيساندوا هذه الجهه، او الرؤساء القدام فيهم اللي باغي يترشح وياخذ الرئاسه ولا كذا. حنا جينا باش نوضحوا المسؤوليه على ان احنا جينا كرجويين ماشي كناس اللي عندهم اهداف. احنا ما عندناش هدف، الهدف ديالنا الوحيد هو الرجاء. ثانيا بغينا نوعيو الاخوان سميتو على الخطوره ديال الوضعيه اللي كتعيشها الرجاء، على ان خص تكون توحيد الكلمه، توحيد الصفوف، والالتفاف حول هدف واحد وهو انقاذ الرجاء من الوضعيه اللي فيه. لان الحمد لله دابا النتائج السبورتيف ممتازه، ولكن ماشي هذا هو لازم حنا كنشوفو. خصنا نشوفوه بعيد، خصنا نردو الرجاء للتوهج ديالها اللي كانت في الماضي. كيف ما شفتوا اليوم كان اجتماع مع الناس الرؤساء السابقين ديال فريق فرع الرجاء البيضاوي، وكانت الصيغه منه والسبب اللي جاو عليه هما ووضحوه لينا بالبند العريض، هو ان فريق الرجاء البيضاوي كيعيش ازمه ماليه خانقه، اللي بدورهم هما حاولوا تدابير المرحله الاولى، ومشكورين وجدوا لنا بعد الموارد الماليه اللي السلطات مشكوره انهم وفروا لنا. ولكن دابا قال لك اودي الرجاء في حاله افلاس، يعني اون با لو شوا باش نخليو هذا الشيء يزيد، لان الا زاد شويه الفرقه غتريب. يعني الناس جاو كليرينات، ما حنا جينا باش نناقشوا هذه النقطه، ولكن كتعطى مستجدات اليوم هو ان كاين عضو من المكتب الحالي وكيقول لك في غضون 48 ساعه غادي يكون جمع عام استثنائي.